صباح الخير. اليوم الريبريك بوزيتيف فايبس، ماشي باش تكون كيما لي ريبريك الاخرين، على خاطر اليوم ودعنا 2020 وبدينا صفحه جديده مع 2021. 2020 كان عام صعيب، صعيب بالمشاكل اللي صارت في العالم الكل، صعيب بالكورونا اللي جاتنا، قريتنا اللي وقفت، والعباد اللي خسرناهم. اما في هذا الكل ما يمنعش اللي هو كان عام مزيان، كان عام مزيان بالعباد اللي عرفناهم، بالحاجات الجديده اللي تعلمناها من غير ما نسير الكونفينمون مع العائلة الأشهر. أما في هذا الكل نقول الحمد لله، على الأقل ما عملتش دياليز، ما عملتش شيميو، ما زلت نمشي على سقايا، ما عنديش زهايمر، وما نسيتش وجوه العباد اللي عرفتهم وعشت معهم. الحمد لله هذي ما زلت نعرف نضحك، نعرف نعبر، نجم نقرأ أي حاجة تعرضني، ومازلت نجم نستطعم ونشم الروائح المحلاها. الحمد لله هذي قاعد نشوف في عائلتي دايرين بيا يضحكوا الكل مع بعضهم، مازلت قادر نحكي ونشكي ونعبر على اي حاجه مقلقتني. اما بالحق كان عام معبي برحمه ربي وستره ورزقه وبرشا حاجات، كان نقعد لهوني الغدوه نحسب فيها وما يوفيهاش. باسمي وباسم راديو ايزيد جرب الكل، نحب نقول لكم نتمنى لكم عام معبي برشا فرحه وبرشا صحه وبرشا حاجات محليهم وبنجاح. ما زلت قادر نعبر ونحكي ونحكي، على خاطر اليوم قاعدين نودعوا في 2021. الحمد لله على الأقل ما عملتش تجاليز، عام زين برشا بتعرفنيهم هذا كله نقول الحمد لله.